ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات ملتقى الشباب العربي والافريقي تنضم الينا على الهواء مباشره الزميله دريه عاطف مراسله اكسترا نيوز مباشره من اسوان. اليك دريه. تحياتي لك همام ولجميع السادة المشاهدين. بالفعل من هنا من محافظة أسوان عروس النيل والتي تحتضن منتدى الشباب العربي الأفريقي والذي سيبدأ أولى فعالياته غدا بإذن الله، يعني من 16 مارس وتستمر حتى 18 مارس من الشهر الجاري. بالطبع يعني سيكون هناك العديد من الفعاليات على مدار الثلاث أيام. في اليوم الأول غدا بإذن الله سيكون هناك ينطلق أولى فعاليات من خلال احتفالية بترأس مصر الاتحاد الأفريقي، وفي اليوم الثاني سيكون هناك العديد من الجلسات وورش العمل، يعني ربما أبرز الموضوعات التي سيتم الحديث عنها خلال هذا المنتدى ستكون حول ريادة الأعمال، وهناك ورشتين هامين في هذا الشأن، ورشة حول كيف تكون رائد أعمال ناجح والورشة الأخرى حول ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي. وترتبط ريادة الأعمال بالطبع بإنشاء الشباب مشاريع خاصة بهم، وتكون هذه المشاريع مختلفة ويعني متنوعة وغير نمطية. بالطبع هذا المنتدى هو أحد توصيات منتدى شباب العالم والذي عقد في العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، ولكن من مدينة السلام إلى مدينة السحر والجمال والتي تستقبل هذا المنتدى، ويعني بدأ العمل فيها فورا على قدم وساق فورا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، يعني لتصبح منصة جديدة للشباب تجمع الشباب العربي والأفريقي. يعني هذه كانت كل التفاصيل لدينا همام، وعودة لك مرة أخرى في الاستوديو. دري عاطف بالتأكيد سنواصل التواصل معك ومع الزميل إبراهيم عزت أيضا من مدينة أسوان على مدى الأيام القليلة القادمة لمتابعة فعاليات هذا الملتقى، ملتقى الشباب العربي والأفريقي. الزميلة دري عاطف شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محافظة أسوان.